العنصرية وسيلة تستخدم لتفرقة المجتمعات وزرع الفتن، ولها أشكال مختلفة. مرة تعزف على وتر القبيلة، ومرة تستهزئ بالثقافة واللهجة، وأحياناً تستهدف المناطق والمعتقدات والمذاهب، أو حتى تثير التعصب الرياضي. رغم تقدم الإنسان إلا أنها استمرت، وزاد انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي، وصار من يتصدر مشهد العنصرية شخص يدور الشهرة، أو عنده نقص، أو يهدف للمساس بالوحدة الوطنية. قيادتنا سوت بين الجميع، قبل كذا ديننا الإسلامي حذر منها، وسوى سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضي الله عنهم بسادات قريش. طيب السؤال، كيف تواجه العنصرية؟ واجب علينا نوقف في وجه اللي ينشرونها بعدم إعادة التغريد أو نشر المقطع أو ترويجه، ونكون واعين بحقنا القانوني في رفع دعوة على من أساء لنا، والأهم ما نسيء لغيرنا، لأننا في الأخير كلنا أبناء وطن واحد.